أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. السعودية أنسام تثير الجدل بحديثها عن هند القحطاني وتحث الجمهور على الاقتداء بها. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الشابة السعودية أنسام وهي تتحدث عن مواطنتها السعودية هند القحطاني وكيف تحتفي بها وتعتبرها مثلها الأعلى، وقالت إنها قدوة لها، وقالت أيضا إنها من أشد المعجبين بهند القحطاني. وقالت في مضمون الفيديو أن هناك فئات من النساء في السعودية يعتبرون الرجل أنه مصباح علاء الدين، وهناك أيضا فئات من النساء مكافحات وصبورات وعظيمات مثل هند القحطاني. وفي نهاية المقطع قالت إنها تتمنى أن تكون مثل هند القحطاني لأنها تعتبرها قدوة عظيمة لنساء السعودية. ويذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو تظهر فيه الموديل السعودية أنسام أثناء إعلانها عن أحد المنتجات وهي ترتدي ملابس وصفت بالجريئة، لا سيما وأنها ظهرت بصدر مكشوف مما أثار استياء المتابعين بشكل كبير. وأشعلت الموديل السعودية موجة غضب بإعلانها الجريء، حيث اعتبر البعض أن الإعلان الذي ظهرت فيه يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي. وظهرت أنسام بفستان متشابك من الأعلى بلون أسود يكشف عن صدرها وبطنها بشكل مثير، وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة ومطالب من البعض بحظر تطبيق سناب شات الذي ظهرت من خلاله الموديل السعودية، حيث علق أحدهم بالقول: كفل السناب خلاص، مو قادرين نشوف هالتلوث أكثر. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتسبب بها موديل أنسام بموجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها المثير للجدل. لقد ظهرت بفيديو نشرته عبر سناب شات وهي ترتدي روب حمام لتقدم نصائح الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياة. وبعد تداول المقطع بررت أنسام ظهورها الفاضح بأنها في المنزل ومن الطبيعي أن ترتدي روب، وقالت: ناس فاضية وناس تدور زلة، طول عمري ومتابعين القدامى يعرفون أني دائما أصور بروب وما في شيء أي غلط. وكانت الموديل السعودية أنسام مؤخرا قد عبرت عن استيائها من إحدى المتابعات، حيث ردت عليها قائلة: الله يطول بعمري وقعد على قلوبكم أكتر وأكتر، أنت تعرفين أنا بنت مين، أنا أكره الهياط ولا أحب أن أقول أنا بنت فلان الفلاني، وش تتعاطي إن؟ أتمنى أتمنى، وعلى فكرة أنا من أشد المعجبين في هند القحطاني ومن أشد الناس متابعة لها، أحبها حيل، وتحية كبيرة لهند القحطاني. ومثل ما قلت لكم أتمنى ما أحد يزعل مني، لأنه أنا قاعدة أقول كلمة حق، ولا ما قاعدة أعم لمن أقول. فللتوضيح عشان ما تفهموني غلط، نفس سالفة الكويت، أنا ما عميت، أنا خصيت وتكلمت، قلت فئة بسيطة من نسائنا أو أغلب نسائنا يعتمدون على الرجل كأن الرجل مصباح علاء الدين. بالعكس، في كثير من نسائنا الحمد لله مكافحات وناجحات وصبورات وعظيمات بعد. فأنا لم أعم عشان بكرة ما تجون تقولوا لي أنسام تسيء في حق المرأة العربية أو بالأخص المرأة السعودية. لا، أنا ما أسأت، أنا كلمة حق وقلتها في حق هالإنسانة العظيمة هند القحطاني، وأتمنى فعلا أني أنا أكون مثلها، وأتمنى فعلا أنه أنتم تكون قدوة لكم هند القحطاني، وأنا بالنسبة لي فهي قدوتي في الحياة هذه. فبالعكس شرف.